مفتوح لفكم على فنان ولا رياضي مشهور. كاينة أحكام كاينة بسمة كاينة مواقف كاينة طرائف ونختموها في ضحكة فيه في ضحكة فيه. السلام عليكم، معكم حاتم إدار وعواشر مبروكة. وهذا الكلب عندك تبارك الله من النوع الممتاز. سميتو غوست ومربي، غادي نطلب من شي واحد باش يقبطوا ليا حتى نقضي واحد الغرض ونرجع. ولا دار شي مشكله وما كنتيش حتى الا دار شي مشكله هو يتحمل المسؤوليه. وهذه هي الحلقه ديال اليوم ان شاء الله، فرجه ممتعه. خويا ندخل على الطوطيس ولا كيف ما كتلاحظوا، فالكلب مدرب باش يهجم باشاره من المربي ديالو. وبعد ما الضحيه كيبغي يدير الخير، وحدي الكلب ما يرجع مولاه الوهمي اللي هو الفنان ديالنا حاتم إدار، كيولي مورط في هذا المقلب ديال الكاميرا الخفيه. نشوفوا جميع ردود فعل الضحايا. ماشي حاتم عمور، حاتم إدار خويا. اشنو كي لاباس؟ كي لاباس؟ حتى الحاج الحداوي ولا شنو؟ خويا الله يرحمك الوالدين خويا. الله يرحمك. اسمح لي باردون، كلشي بخير؟ بصح عليك بخير خويا. ندخل على الطوطيس والله يرحم بك. دقيقه، شوف ديال الكلب راه ما كيعض حتى شي حاجه. صافي دري مشكل ولا شي دقيقه. غير لا غير ما تطلقوش، راه مربي، راه ما عنده فين يهرب. شحال ديال الوقت؟ دقيقه دقيقه انا معاك. شكرا خويا، بارك الله فيك. واش انا غنتسناو السيد راه ما عاد تنسى؟ اوا خويا اوا اجي السي حاتم عمور، اجي درتي لنا مشكله. صح ماشي حاتم عمور، حاتم إدار خويا. اشنو كي لاباس؟ بغيتي تكون انت الحاج الحمداوي ولا شنو؟ درتي لنا مشكل مع السيد. صور صاحبي جيب الكلوب ان شاء الله، ما خصكش تدخلوا له الكلوب. خويا اول شيء بعدا الكلب من الصغر هو عندي عمر ما عادش واحد. دابا ليا اش من الصغر جاي يدافع عليه؟ هاو السيد مقسوم، ما درتي شي حاجه. هاو السيد ولكن علاش عض لينا السيد؟ حيت كاين واحد الكلمه كتقال عاد فاش كيهجم هو، علاش كيهجم على بنادم؟ ايوا انت ما قلتي والو، انا ما قلت حتى حاجه. انا واقف زعما حتى واحد. وعلى بالك انت مصدق الضرب بالحجر؟ واش انت مصدق غتقول شي كذا؟ غتقول لي اطاك وانت غتقول شي كذا؟ حنا ماشي اثر، ماشي قلت شي حاجه. شوف اش دير مع السيد بعدا، شوف اش دير مع السيد. الكلب ديالك مشهور. شوف الكلب ديالي بوريقاته بوريقاته بعدا دار السيد. دار عندك الشاكه، عندك انت انت اللي درتي المشكله خويا. عندك انت ما كانش عنده، حنا ما كنعرفوش هذا. حنا وعيطنا الله بين الدين، هذا ما كنعرفوش. مش شتنا عنده شي كلب؟ اسمعني اسمعني، دابا بغيتي انا ندير لك السيد. نوض اخويا ندير انت معلوم، ولكن راه ما تقدرش تدير خصها تعيط لومبيلونس. لا ما تخافش تقرب، ما تخافش اصاحبي. خويا الله يرحمك، دخلت واحد الدقيقه الطريق. الله يرحمك دقيقه. يشدوا لي، ما عادش قرب عليا، قرب عليا، قرب عليا، قرب عليا. ما عنديش مالك. شوف دير فيا، دير فيا الثقه. يلا غير شدوا مزيان. لا ما تعطلش. دقيقه دقيقه، غير وقف مزيان. شوف كيفاش كيشم فيك. عندك كيدير صاحبي؟ دير من جن عندك يعطيك. عندك انا هنايا، عندك يعطيك اصاحبي. وشوف السيد راه معاد اصاحبي، انت شوف السيد راه معاد. ما درت والو اصلا هنايا، السيد خليه عندي. قال لي واحد خمسه دقائق يجي دابا. وشكون داير؟ شكون داير اصاحبي؟ شكون داير؟ اسمح لي، يجي مولاه ومنك لي انا، ماشي صديقي. السيد بقى يتوفى تيجي مولاه. واش معاد بزاف اصاحبي؟ وعدتني اخويا، وعدتني وعدتني. لا واش قلتي شي كلمه؟ قلت لك الملا والو. خويا واش شفتي؟ وعدتني وعدتني. راه ما عاد السيد ما عاد اصاحبي، هو السيد باغي يسلت هذا. غنتفاهموا، انت مول الكلب. انا مول الكلب وريقات الكلب. وريقات بيان سور. اللي تعرف. ولكن انت اش قلتي لي فاش باش درتي؟ واش بينا وبين الكلب انا نقول له؟ انا غنسالي باش الكلب ديالي، ولكن ماشي انا قلت له عند السيد. انت درتي شي جاس وقال باش تسلم. دابا شفتو ملي قلت له هذا جرب. دير السيد السبيطار. عيط لي انت. عيط لي انت. ماشي مولا انا. اللي شاد الكلب. ماشي مولا انا. شاد الكلب انت. انت اللي شاد الكلب. الساعه كتسعر من الصباح. حسيت مالك صاحبي؟ معضوض انا وصاحبك معضوض. انت معضوض صاحبي معضوض. والكلب كون ما درتي شي حاجه ما غاديش يهجم على السيد. علاش دابا جالس ما كيغوت ما كيعض؟ علاش؟ اي شتا اي شتا اي واحد السيد.
اش واقع لك لاباس كيفاش ديال السيده صح بعدا نشوفوا السيده اش واقع عليه انا هاد البروبليم اللي كاين راه ما ساهل صافي ما دير حسن انا ما يطرب اطلق من هنا اش واقع سيدي انا ما كنعرفكش قال لك ما كتعرفنيش هذا ماشي صاحبي انا هذا راه الكلب ديالي مشيتي غادي نكبروه راه سيدي واش غندير ليه وخليك معايا خويا حنا هاد المشكله ما ندير ليه انا لا ما يمكنش اخويا تخلينا فهاد المشكله هادو تخلينا ديالك ما مربيش راك على السيد علاش دابا ما تلحش علاش دابا علاش دابا هو شاد واحد اخر علاش ما تلحش عليه يلا اعطيني شي تفسير شوف خويا واحد الكاميرا يخليك باش نتفاهموا كلنا دابا الفيلم كله تقول لي انا الفيلم كله هو ان هاد السيد هذا كاين واحد الكلمه كتقال الا تقالت عاد كيعض هاد الكلمه هي انك راك شاركتي في الكاميرا خفيه معنا ها واحد الكاميرا ها واحد الكاميرا غير قدام راه صافي واش حنا واش فنان غادي يدير لك شي حاجه طيبه تبارك الله حساس المربي واطلاق خويا غير كاميرا خفيه واحد الكلمه قلتي ليه هي اللي كتخليه يقدر يهجم الانسان وهذيك اللي مربينو عليها هاد الكلمه انه راك شاركتي معنا في الكاميرا خفيه ها واحد الكاميرا ويلي اصاحبي كنقول لك اجي شوف راه قلت لك انك راه سلمي ماشي دير شي حاجه خايبه الكاميرا راه ماشي تنا خدامه سيدي كدير هاد السيره شاتي مع الكاميرا الكاميرا ها الكاميرا ولا شوف خلاص متفاهمش الله غالي الهدية أنا كنت أقول شي كلمة للمشاهدين الكريم الكرام بهذا المناسبة كان حيي كاع الفنانة المغاربة وكان حيي أنت أصلا مرحبا مرحبا أهلا بك نتمنى لك الصحة والمغفرة والثواب في هذا الشهر الكريم وكي جاتك هذه الفكرة هذه كي جاتك هذه هي فكرة مزيانة ولكن في الأول تخلعت أنا راه قلت صافي طحت في مشكل مع السيد الطاقم ديال هذا البرنامج كيهديك هذه الهدية هذه شكرا إن شاء الله وتحياتنا لكل المستمعين قول شي كلمة للمشاهدين الكرام